صباح الفل، صباح الفل يا جميل. عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ ده المكان اللي بتقعد فيه جوليا يا جماعة، دي المربعات بتاعتها، وده البادز اللي بيمتص اليورين. الاسطول دايما بتعمله على المربع ده وبنشيله بمناديل، والبادز دي بتتغير كل يوم. دي المية بتاعتها، ودي أنبوبة قديمة ملهاش أي لازمة، بنسند بيها المربعات دي عشان ما تفكش عن بعضها، وفي نفس الوقت الطبق ده بيسند المربعات ان هي ما تفكش كده. يبقى الانبوبه بتسند المربعات ان هي ما تفكش كده، والطبق ده بيسندها ان هي ما تفكش كده. ده المكان اللي بتنام فيه جوليا، ودي الستاره اللي بتحميها من شمس الصيف والمطر بتاع الشتاء، وده صندوق الدنيا اللي عملنا عنه حلقه قبل كده، اللي جواه الادويه اللي عاده بنستخدمها للكلاب، فوق الشامبو وسبراي معين في حاجات معينة، ودي الفرشة اللي بننظف بيها القماش اللي فوق البادز، وده مكان الكمامة والليش والطوق والحاجات بتاعتها. مش هنتكلم بقى ونقول ان الكلب بيتربط بسلسلة مش بليش عشان ما يقعدش يعضعض فيه ويفكه والكلام ده. النهاردة هنتكلم عن القراد والصيف. جوليا يا جماعة على فكرة بقى لها 3 أيام بالظبط ما بتدخلش البيت. ليه؟ جوليا جالها قراد. جالها قراد منين؟ جوجة، جوجة يا جوجة، بيت يا جوليا، جالها قراد منين؟ رغم إن هي قاعدة في البيت وأنا ما بنزلهاش في الصيف خالص. زي ما قلنا الفيديو اللي فات أو اللي قبله مش متذكر، هي بتبقى غلطة صغيرة، غلطة صغيرة. يعني إيه؟ يعني جوليا ما نزلتش الشارع غير وهي رايحة للدكتور 3 مرات بالظبط. ممكن لقطت من الشارع، وديتها جرومينج مكان مثلا من حوالي 10 أيام أو أسبوعين كده، لقطت منه. القراض هيجيلك من أي مكان رغم إن الكلبة بالفعل قاعدة في البيت ما بتنزلش الشارع. أنت بصلي بطرف عينك ليه كده؟ ولكن جالها قراض. هنتكلم عن القراض والصيف لأن الأستاذ محمود عصام من مشاركينا القدامى. انت يا بنت بصلي ليه كده؟ يخرب بيت سنينك. طلب مني، قريت الكومنت بتاعه امبارح، طلب مني ان انا اعمل فيديو عن القراد في السريع بجانب سلسله فيديوهات جوليا. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، عايز اشكر كل اللي بارك لي على ولاده جوليا، ولكن عايز اقول لكم اصبروا، الاحداث هتتسارع وفي حاجات مش حلوه جايه، لسه اصبره. وعايز اقول للي قالوا لي ربنا يعوض عليك ان في حاجات حلوه جايه. شفنا حاجات وحشه قوي وهنوضح لكم كل حاجه عشان تستفيدوا، وشفنا حاجات حلوه الحمد لله. اصبروا يا جماعه، كل فيديو هتشوفوه توقعوا ان وراه فيديو شيق جدا هيقلب فكرتكم عن الفيديو اللي انتوا شفتوه. يعني هتشوفوا فيديو ممكن تفرحوا قوي، هتلاقوا فيديو بعديه ممكن يزعلكوا عذرا، يعني هتشوفوا فيديو هيزعلكوا هتلاقوا فيديو بعديه هيفرحكوا. ان شاء الله كل خير والحمد لله على كل حال. الموضوع جولي عايشة ازاي مع القراد ونكافح القراد ازاي في الصيف. القراد مش بيختفي في الشتاء، بيختفي بنسبة 99.9%، ولكن ممكن تلاقي قراد في الشتاء بنسبة 1%. تمام؟ بينتشر في الصيف. عايز اقول للناس اللي بتنزل كلابها تعمل التويلت بتاعها في الشارع، خلوا بالكم على كلابكم لان هيشبط فيها قراد، على الاقل براغيث. سيبك من البراغيث، البراغيث حلها سهل، القراد ده مشكله. مشكله للي مش فاهم يعالجه ازاي، وسهل الى حد ما للي فاهم يعني ايه قراد ويقضي عليه ازاي. نقضي على القراد ازاي يا جماعه؟ جوليا شايفين الشعر اللي واقع منها؟ لقيت الشعر بيقع فجأة فجأة فجأة. طب انا كلبتي ما بتنزلش الشارع، ممكن من الحساسية والفيلم اللي جالها اللي فات ده والحالة الصحية اللي كانت فيها والضعف اللي كان فيها، كل ده بيوقع شعر. مش هنتكلم عن الشعر، ولكن ده اللي حصل بالظبط. بدأت اشم فيها ريحة مش حلوة. الريحة دي عادة بتبقى نتيجة حشرات او قراب بالذات، ليه ريحة معينة كده، اللي عنده خبرة يشم في كلبه ريحة معينة. تمام؟ بدأت افتش فيها، لقيت فيها قراد في المنطقه اللي فوق دي عند الراس من فوق،
لقيت البعض، واكتشفت ان تحت الفرش بتاعها، تحت القماش بقى مش تحت البادز، نتايات، والنتايات دي على وشك ان هي تبيض. النتايه يا جماعه بتبيض من 2500 ل 3800 بيضه في المره الواحده. قول هيبوظ منهم، قول هيبوظ منهم 3000، هيبوظ منهم 3500، هيبوظ منهم 3700. اذا عندك 100 قراضه، ده مستحيل ده يحصل طبعا، يعني عندك 100 قراضه برضه عندك بوظولك الدنيا، سواء على سطح او في بيت. جوليا تماما في البيت ان هي مربوطه ما بتدخلش البيت، لان القراض لو انتشر عندك في البيت هتبقى مصيبه سودة، ومش هتعرف تخلص منه غير بشركه رش، وهتضطر تشيل المراتب بتاعت السراير والمخدات وترش كلهم، وترش تحت السراير والصحارات والمخدات والمراتب، هترش كل رقعه في البيت والاطباق اللي متخزنه في المطبخ كمان، فمصيبه سودة القراض في البيت. فجوليا قاعده هنا، طب لما بنيجي نغير لها بنعمل ايه؟ بندخلها جوه، واحد واقف قدامها، حد من البيت واقف قدامها، اخده امر داون وستي ستي طبعا، عشان الكلب قلنا قلنا الكلب لما بيتدرب صح بيريحك، بيريحك جدا، فاخده امر ستي، مستحيل تقوم، واحد قاعد قدامها بحيث لو عقلها وزها وحاولت تقوم يقول لها ستي، تقوم قاعده. فالكلب المتدرب بيريح يا جماعه، ما علينا. ولما بنفرش لها حاجتها وترجع تاني بعد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير، بنفتش في المكان اللي كانت قاعدة وخط سيرها اللي دخلت من البلكونة على البيت ومن البيت على البلكونة كويس جدا. وماشيين لازم يبقى عندك طالما في البيت بقى الوسواس بتاع القراض، تمشي في كل حتة، تبص في تبص تدور على القراض، على الحيطان، في الأرض. القراض لو انتشر في بيتك مصيبة سودة، أنا بكررها أهو. معلش الفيديو هيطول شوية، ولكن كله عشان مصلحتكم، لأن أكيد 70-80% منكم هيعانوا من القراض الصيف ده، لأنه هاجم زي ما قلنا الباربو قبل كده، وحش الموسم ده. القراض السنة دي ملوش حل، ابن لذينة ملوش حل والله، هاجم هجوم رهيب. أنا حتى عندي مكان استضافة، المكان الاستضافة ده فيه كلاب خاصة بيا، وباتنين كمان. رفضت ان انا استقبل كلاب عشان عندي غراب، ودي موضوع يعني امانه ما عنديش استعداد كلب استضيفه بتاع ناس مطمنين عليه عندي، وانا عندي قراض واسلمه عنده قراض، او اسلمه نضيف بس مقروص وحالته الصحيه وحشه، تمام. لكن عندي مكان تاني بتفرخ فيه نتايات، انا عندي نتايات مالينو ونتايات جيرمان تانية، ممكن اول مرة تعرفوا المعلومة دي، هنبدأ نوري لكم بقى كل حاجة. ولكن مبدئيا كده يا جماعة، جوليا مش هتظهر معانا في كل الفيديوهات على فكرة، نادرا ما هتظهر معانا جوليا زي ما قلت لكم قبل كده، لأسباب في نفسي انا، واكيد اغلبكم فاهمها. طيب هنعمل ايه في القراض؟ القراض لازم تكافحوا على الكلب، تموت القراض اللي على الكلب وتموت القراض اللي في المكان، ما علينا ما تفكرش عشان هتحتار القراض جالها منين، ممكن هنا من سنة اللي فاتت، من سنتين معشش وبدأ يطلع فجأة، ما تفكرش وتشغل نفسك القراض جا منين. المهم طالما عندك قراض في الكلب ولقيت قراضاية واحدة هتلاقي 10-15، وطالما عندك قراض في الكلب يبقى عندك قراض في المكان. زي ما قلت لكم انا لقيت نتايات تحت الفرش بتاعها وانا بغيره، لقيت اتنين في واحدة في واحدة في أيام مختلفة على وشك إن هما يبيضوا. فلازم تفتش في الكلب كويس جدا، إيدك ماشية عليه كويس جدا باستمرار، لو لقيت حاجة بارزة على شعره صوابعك تتخلل شعره، وشرحنا الموضوع ده قبل كده، وراجعوا بلاي ليست أو قائمة تشغيل على قناة اسمها مشاكل وأمراض وعلاجها، هتلاقوا فيديوهات القراض كتير. طيب بكافحوا على الكلب وفي المكان إزاي؟ على الكلب عندك إيفورزين، أنا بستخدم كل الحاجات اللي قلتها لكم دي عشان أخلص منه في خلال اقل من 5 ايام. عندك ايفرازين من الصيدليه البشري، عندك من محلات المبيدات الزراعيه اكتوميسرين او دلتا مسرين، سنتي على لتر الميه، ده على الكلب، تمام. ركزوا بقى في الكلام اللي هقوله ده تاني، عندك ايفرازين من الصيدليه البشري، وعندك دلتا مسرين واكتوميسرين من محلات المبيدات الزراعيه، سنتي
على لتر المية، يترش بيهم الكلب ببخاخة. انا حافظهم في بخاخة زي دي، يا اما البيطري السيف جارد او الفرونت لاين او البارس، ده يترش بيه الكلب وما تجيش جنب منطقة عينه وبقه لان الحاجات دي سامة جدا. تمام، البارس والفرونت لاين والسيف جارد انا ليه حاططهم في البخاخة دي؟ عشان البخاخة دي اسرع من البخاخات الاوريجينال الستاندرد بتاعت الحاجات دي. تمام، دول برش بيهم الكلب، بستخدمهم كلهم وبدي حقنة ديكتوماكس للكلب عشان اقضي عليه بسرعة. بستخدم الحاجات دي كلها مع بعض، التلات حاجات في يوم واحد، ودول مش هيضروا الكلب في حاجة. المكان بدل ما بحط سنتي من الحاجات دي على لتر مية، بحط 5 سنتي من الحاجات دي على لتر مية بعد ما الكلب يطلع من المكان، سواء على سطح عامل بوكسات. المزارع ده قصة تانية مختلفة هنتكلم عليها لاحقا، بس انا بتكلم على كلب او 2 او 3. لازم تعزل الكلاب عن بعضها وتعالج الكلب وتعالج المكان. الحاجات اللي قلناها دي استخدمها مع بعضها، مش هتلاقي ضرر على الكلب. فبيتكافح بالطريقة دي، تفصل الكلاب عن بعضها وتعالج كل كلب على حدة عشان ما ينتقلش من الكلب ده للكلب ده. تمام، جرعة الديكتوماكس، الديكتوماكس اللي تحت الجلد يا جماعة، الكلب اللي اقل من 3 شهور ما تديهوش ديكتوماكس. اتكلمنا على الفرق بين الديكتوماكس والايفوماك، ما تديش ايفوماك. الديكتوماكس ده بيطري والايفوماك بيطري. الديكتوماكس الكلب اللي من 3 شهور ل 6 شهور هتدي له 0.5 سنتي. قلنا قبل كده ملوش مفعول غير بعد 28 يوم، يعني لو اديت بعد 10 ايام اسبوعين ملوش اي تأثير. الكلب اللي من 6 شهور لسنة ممكن تدي له سنتي. الكلب لو مليان قراط فوق السنة ممكن تدي له 1.5 سنتي، مش هيزعله في حاجة، لكن تدي له سنتي احسن. لقيته مليان قراض على اخره اديله 1.5 سنتي. جوليا مش مليانه على اخرها، ولكن فيها بعض القراض، نقدر نقول ايه، من 5 ل 15 قراضة حسب اللي انا بفتشه فيها وبطلعه وحسب النتائج اللي انا شفتها. الكلب يا جماعه اللي بيجي له قراض احذر من حاجتين، لو رفعت اللثه اللي فوق بتاعت الكلب هتلاقيها فاتحه، معلش عذرا لو الفيديو هيطول يا جماعه، هتلاقيها فاتحه، دي معناها انيميا. تدي حديد، الحديد جرعته مع الطبيب البيطري، وتدي اوستيوكير، وتدي اوميجا 3، وغذي الكلب كويس. لو لقيت علامات زي الشهيه قلت او الشهيه بتقطع ثم يليها، بس ده قبل اللي يليها بقى تلحق الكلب، ثم يليها بول بدم، اعرف ان هي بابيزيا. القراط بيجي بابيزيا، ده اللي جاب اجل ماكس. ربنا يصبحك بالخير يا ماكس، احذروا من الحاجات دي. لو لقيت العلامات دي اجري على الدكتور اعمل تحليل بابيزيا. مش معنى انك انت كافحت القراط على الكلب وفي المكان تسكت على كده، لا، توقع ان ممكن يكون في بابيزيا. كل 1000 قراضة بيكون فيها قراضة ناقلة للبابيزيا. توقع الموضوع ده، لقيت قلة شهية او الكلب شهيته قطعت، اجري على الدكتور اعمل تحليل بابيزيا. خلوا بالكم من كلابكم يا جماعه، ربنا يبارك لكم في حاجتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا جوليا.